أهم حلقة عن الصفرة، الصفراء جوندس أو هنقول عليها إكتروس. الصفرة مش مرض، الصفرة عرض لمرض، وبتحصل لما نسبة البيلروبين تزيد في الدم عن المعدل الطبيعي ويحصل هايبر بيلروبينيميا. هايبر يعني عالي، إيميا دم، زيادة نسبة الصفرة في الدم. وده هياخدنا للمعدلات الطبيعية في البالغين: الاندايركت بالروبين من 2 من 10 ل 8 من 10 مللي جرام على دي سيليتر، الدايركت بالروبين من 1 من 10 ل 3 من 10 مللي جرام على دي سيليتر. ولو جمعناهم الاثنين مع بعض في التوتال بالروبين هيبقى من 2 من 10 ل 1 مللي جرام على دي سيليتر، يعني الصفرة مجموعهم الاثنين على بعض ما يزيدوش عن 1 مللي جرام على دي سيليتر. تعال اكلمك عن اعراض الصفرة. العرض الاولاني وهو اليلوش ديسكالوريشن. الصفرة بالروبين عارفين ان هي لونها اصفر، فهتصبغ ثلاث حاجات. اول حاجه هتصبغها وهي السكين، الجلد، الجلد هيصفر. وعلى فكره لو زادت عن واحد مش معنى كده ان الجلد هيصفر، لا، في حاجه اسمها threshold of jaundice، في حد معين كده عنده هتبان الصفر على الجلد وهو فوق 2 مللي جرام على ديسيليتر، يعني اقل من 2، يعني من 1 ل 2 مش هتبان على الجلد. حتى بنسميها من 1 ل 2، دي بنسميها سب كلينيكال جونز، لكن اقل من 1 ده طبيعي. تاني حاجه هتبان في الميوكاس ميمبرينز، الاغشيه المخاطيه. وتالت حاجه تبص في عينين المريض كده في البياض هتلاقيه مصفر، وده بسبب ترسب الصفره في الاماكن دي. بص، الصفره بتروح كل الانسجه ما عدا 2: الدموع والسائل النخاع الشوكي، لان في بارير هنا بيمنع البيلروبين ان هي تعدي. تاني عرض وهو ان المريض ما بيكونش عنده شهية للاكل خالص. تالت حاجة ممكن يجيله غثيان او ترجيع. رابع حاجة ممكن يحصل له سخونية شوية. خامس حاجة ممكن يحصل له الم في بطنه ووجع في بطنه. سادس حاجة ودي مشهورة قوي، الاجهاد والتعب دايما. سابع حاجة ممكن يحصل له صداع. تامن حاجة ممكن يحصل له زي حكة في جلده كده ويقعد يهرش بسبب ان الصفرة بتعمله اريتيشن وتهيج للجلد بتاعه. اخر عرض والمريض بيلاحظه ويجي يقوله لك انه لون البول والبراز بتاعه مختلفين عن الطبيعي. تعال اقول لك انواع الصفرة واسبابها في تقسيمها ما تنساهاش طول حياتك. عندنا نوعين من البيلروبين في الدم: اندايركت بيلروبين ودايركت بيلروبين، ومجموعهم التوتال بيلروبين. في عندي 3 انواع من الصفرة، وبما قلت ان في صفرة يبقى التوتال بيلروبين عالي هنا وهنا وهنا. طيب التوتال عالي، مين بقى في النوعين دول اللي عالي؟ يا ترى الدايركت ولا الاندايركت؟ النوع الاول اسمه بري هيباتيك جونتس، النوع الثاني هسميه هيباتيك جونتس، النوع الثالث هسميه بوست هيباتيك جونتس، يعني قبل كبد، كبدي، بعد كبدي. النوع الاول ده سببه في زيادة معدل تكوين الاندايركت بيلروبين، يعني المعدل تخطى قدرة الكبد على التعامل معاه، وبالتالي الكبد يا عيني بيحاول يزود في اخد الاندايركت بيلروبين او الهيباتيك ابتيك، وبالتالي بيزود في الاكسكريشن واخراج الصفرة في اليورين والستول. خليك شاطر بقى، علشان كده في كتب بتقول عليه بتسميه ريتينشن جونتس، يعني الصفرة اللي بتحتفظ او بتحتجز الاندايركت بيلروبين في الدم. الكبد متراكم عليه كتير جدا من الاندايركت بيلروبين، لكن الكبد في واقع الامر سليم وكويس جدا. النوع الثالث بقى اللي هو البوست هيباتيك، يعني بعد الكبد، اوبا ده مرارة، الدايركت بيلروبين مش عارفة تنزل الامعاء، في ارتجاع للدايركت بيلروبين وبترجع للدم مش للامعاء، علشان كده من احد اسمائها في الكتب بيسميها ريجرجيتيشن جونت، الصفراء الارتجاعية. تمام. النوع الثاني بقى اللي سبناه للاخر ده، الكبد يا ولده انيبل، مش قادر ان هو ياخد اندايركت بيلروبين، مش قادر يعمل هيباتيك ابتيك، فبيعمل ريتينشن جونتس فيزود الاندايركت بيلروبين في الدم، وهو برضه مش قادر ان يعمل اكسكريشن ينزل الدايركت بيلروبين في الامعاء، فبيعمل ريجرجيتيشن ويزود الدايركت بيلروبين في الدم برضه. انا هنا في مشكلة في الكبد فعلا، مش قادر ياخد، تمام، واللي بيحوله مش قادر يصرفه وينزله. طيب تعالى نيجي للأسباب.
النوع الأول، وده بسبب زيادة في معدل تكسير خلايا الدم الحمراء، لذلك من أسمائها هيموليتيك جوندس. وأسبابها بقى كتير بقى الهيموليتيك جوندس، كل الهيموليتيك أنيمياز، يعني كل الأنيميات التكسيرية هتعمل لي صفراء تكسيرية. نيجي للنوع الثالث، ده بسبب انسداد القنوات المرارية، بايل داكت اوبستراكشن، اما القنوات المرارية اللي جوه الكبد فحصل انترا هيباتيك داكت اوبستراكشن لأي سبب، مثلا حصل هيباتوبيلياري ماس، تمام، وده مش مشهور قوي، لكن اللي مشهور هو الاكسترا هيباتيك داكت اوبستراكشن، انسداد القنوات المرارية اللي بره الكبد، وده لأسباب كتيرة أشهرها حصوات المرارة والتهاب المرارة الكوليسيستايتس، أو التهاب البنكرياس البنكرياتايتس، أو الكانسر اوف هيد اوف بنكرياس، سرطان في الرأس بتاعت البنكرياس فضغط على القنوات المرارية فقفلها. النوع الثاني بقى، المشكلة في الكبد، في أي هيباتوباثي، أي اعتلال أو مرض في الكبد ممكن يعمل لي هيباتيك جوندس، وبالتالي الكبد مش هيقدر يقوم بوظيفته سواء في أخذ الاندايركت بيلروبين أو تصريف الدايركت بيلروبين. تعال بقى نيجي للمعمل، ركز هنا قوي قوي، تعال نشوف المعمل أخباره إيه مع الثلاث أنواع الصفرة دول. بالنسبة للتوتال، هنا عالي هنا عالي هنا عالي. بالنسبة للاندايركت بيلروبين، عالي قوي قوي في الهيمولوتيكانيمي، وغالبا بتلاقيه اكتر من 85% من البيلاروبين، وهلاقيه برضو عالي في الصفرة الكبدية، وهتلاقيه نورمال او مرتفع ارتفاع بسيط في الصفرة الانسدادية الاوبستراكتيف جونز. نيجي للدايركت بيلاروبين، هتلاقيه طبيعي او ارتفاع بسيط خالص في الهيمولوتيك جونز الصفرة التكسيرية، وهتلاقيه عالي في الصفراء الكبدية، وهتلاقيه عالي قوي 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 في الصفراء الانسدادية الاوبستراكتيف جوندس، بتلاقيه اكتر من 50%، ودي العلامة بتاعته. نيجي للصفراء اللي بتنزل في البول، البيلروبين ان يورين، ما تقوليش بقى ان دي ان دايركت، لا هي دايركت، لان الدايركت فعلا ان هي بتدوب، يبقى هي اللي هتنزل في البول. طيب اخبارهم ايه؟ في الهيموليتيك جوندس البيلروبين بيكون سلبي والامور تمام والحمد لله، مفيش صفرة بتنزل في البول لان ملهاش علاقة. اما في الصفراء الكبدية بلاقي البيلروبين ان يورين بوزيتيف، بلاقي صفرة في البول بلاقيها عالية لان ما عملش اكسكريشن قوي فبيردها للدم فتنزل في البول. طيب اما في الاوبستراكشن بقى في الانسدادية بلاقيها عالية قوي قوي، لان اتفقنا ان في الانسدادية احنا موقفين الاكسكريشن خالص فكله طالع على الدم فينزل في البول. طيب لو اتكلمنا عن اليوروبايلونجين اللي بتنزل في البول وبنقيسها برضو بالشريط، في الصفراء التكسيرية بلاقيها عالية او طبيعية، اما في الصفراء الكبدية غالبا بلاقيها عالية بس ممكن تلاقيها طبيعية، اما في الاوبستراكتيف جوندس الصفرة الانسدادية بلاقيها قليلة او مفيش. طيب تعال نروح للون البول، احنا عايزين نركز ونفهم فيسيولوجي كويس يا جماعة، عشان لو فهمنا فيسيولوجي هنفهم باثوفيسيولوجي. لون البول في الهيموليتيك جوندس الصفراء التكسيرية هلاقيه طبيعي ملوش علاقة، اما في الصفراء الكبدية هلاقيه غامق بسبب زيادة الايه اليوروبايلونجين والبيلروبين. طيب في الصفراء الاوبستراكتيف الانسدادية هلاقيه غامق جدا بسبب زيادة البيلروبين الدايركت في البول. اذا الخلاصة لون البول غامق في الهيباتيك جوندس والابستراكتيف جوندس، وطبيعي في الهيموليتيك جوندس. نيجي بقى للون البراز، نيجي للهيموليتيك جوندس بلاقي البراز لونه غامق، غامق ليه؟ بقول للمريض بص للون الاستول بتاعك، اول ما تلاقيه بدأ يبقى غامق اعرف ان انت حصل لك هيموليتيك اتاك. اتفقنا ان الكبد متراكم عليه اندايركت بيلروبين كتير فبدأ يشد حيله شوية فبدأ ينزل دايركت بيلروبين بزيادة، فين؟ في الامعاء اللي بتتحول في النهاية لستيركوبايلين. اما الصفراء الكبدية الهيباتيك جوندس بيبقى لون البراز طبيعي او احيانا فاتح شوية، لكن لو جينا للصفراء الانسدادية الابستراكتيف جوندس بلاقيه فاتح خالص لان مفيش بايلينوجين نزلت في قلب الامعاء
وتحولت لستيركوبايلين. مفيش، المريض ممكن يعرف يهضم الدهون لكن مش هيعرف يعمل ابزوربشن، امتصاص، وبالتالي الدهون دي هتنزل مع البراز ويبقى براز دهني، حتى بنسميها ستيتوريا، براز لزج ودهن كده، وحتى هلاقي نازل معاه كل الفات سوليبل فيتامينز. طيب تعال ناخد ايه موقف انزيمات الكبد الاي ال تي والاي اس تي من الموضوع الصفرة ده. في الصفرة التكسيرية هلاقيهم طبيعي، في الصفرة الكبدية مشكلة في الكبد هلاقيهم عاليين، في الصفرة الانسدادية ممكن الاقيهم عاليين. طيب في انزيم مهم جدا وهو الالكالاين فوسفاتيز، ايه موقفه؟ في الصفرة التكسيرية هلاقيه طبيعي، في الصفراء الكبدية ممكن ألاقيه طبيعي وممكن ألاقيه عالي، أما في الصفراء الانسدادية هلاقيه عالي. أنا كده خلصت موضوع الصفرة. عايز أقولك معلومتين، كل معلومة بمليون جنيه. المعلومة الأولانية إن البيلروبين أو الصفرة في الدم بوتنت فازوكونستريكتور، يعني بتعمل انقباض للأوعية الدموية بقوة، فهتقلل البلاد فلو، تدفق الدم اللي رايح للاعضاء زي الكلى. لذلك قبل الجراحه لازم نعمل بيلروبين للمريض، علشان لو البيلروبين عالي عنده هايبر بيلروبينيميا ممكن الدكتور يعطي المريض حاجه زي المانيتول علشان يزود تدفق الدم للكليه. تاني حاجه بمليون جنيه برضو عايزك تعرفها، ايه الفرق بين الهايبر بيلروبينيميا والجوندس والاكترس؟ الهايبر بيلروبينيميا دي حالة انا بوصف نسبة البيلروبين في الدم عاملة ايه، وهي عالية، هايبر بيلروبينيميا يعني عالي في الدم، وده لو فوق الواحد ميلي جرام سيليتر. ممكن اكتب كومنت في التقرير بتاعي واقول هايبر بيلروبينيميا ابتداء من 1.1 وانت طالع بقى 2 3 10 20. اما كلمة جاندس، على فكرة جون بالفرنسي يعني أصفر، تمام؟ فده وصف للمريض إنه عنده الصفرة مصفر، ومش بنقولها إلا لو كان البيلروبين عالي فوق 2 ميلي جرام على سليتر وباين على جلد المريض. أما الإكترس فهي هي الجوندس، هما الاتنين واحد، ولكن في أقوال بتقولك إن الجوندس عرض أما الإكترس علامة ممكن بنستشفها. لذلك احنا بنقول على عينه الدم السيرم ان هو مصفر، بنقول عليها اكتريك سيرم، لان المريض مش هيقول لي ان الدم بتاعه مصفر. انا اسف ان طولت عليك، الحلقه اللي جايه استناها حلقه مخصوص عن الصفره اللي بتصيب العيال اللي لسه مولوده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.